أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، جولتنا الصباحية في قبل الجرس مع أخبارنا الدولية والعالمية، ونسلط الضوء اليوم على المملكة العربية السعودية والتي تستعد لاستقبال مليوني زائر لأداء فريضة الحج، والحكومة تتعهد بنسخة هي الأفضل وتجهيزات هي الأبرز لمواسم الحج السابقة. صباح الخير سيد. أسعد الله صباحك صلاح وصباح المشاهدين. جلسة جديدة لهذا اليوم، العديد من الملفات، وإن كنا نتحدث اليوم من الملفات في تركيا، ويبدو بأن محكمة دستورية هذه المرة تسحب السلطة من الرئيس أردوغان فيما يتعلق بعزل محافظي البنك المركزي. سنرى مدى تأثير هذا القرار، وبالتالي أيضا لدينا تراجعات في أسعار الألماس، ما هي الأسباب خلال هذه الجلسة؟ في خبرنا الرئيس، ونبدأه من آخر ما كشفت عنه الأمم المتحدة في تقرير جديد لها عن ارتفاع إجمالي الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية عند 97 تريليون دولار العام الماضي 2023، في وقت تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ. كثيرا ما نسمع أن الصدارة هي للولايات المتحدة، اليابان، إضافة إلى الصين، لكن يبدو أن الضغط الأكبر هو على الدول الصغيرة والفقيرة. يبدو بأن هذا الأمر واضح، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة التي شهدناها، وخاصة لحاجة هذه الدول إلى السيولة فيما يتعلق بتعديل بنيتها التحتية، والحاجة إلى الاقتراض من أجل مواجهة التحديات التي تعانيها، إن كان من ارتفاع التضخم وأيضا معاناة البنية التحتية من التراجعات. لكن اللافت أيضا مشاهدينا بأن الدول الأفريقية وخاصة في الدول النامية، تشير الأرقام في هذا التقرير بأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي التي تزيد عن 60% قد ارتفعت في عدد هذه الدول التي كانت تسجل 6 دول، ارتفعت عدد الدول إلى 27 دولة بين عامي 2013 وأيضا لعام 2023، زيادة عدد الدول التي بات اليوم الديون مرهقتها وخاصة لاقتصاداتها. طبعا هذه الدول الأفريقية وكذلك الاقتصادات الفقيرة، مع الرفع الكبير من إجمالي الدين العام، نحن نعلم الأمم المتحدة تحذر في المقابل على عدم القدرة للنفع الخاص بالقطاع التعليمي، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية وبقية الخدمات الواجبة على هذه الحكومات. لكن ربما ما نشير له هو كذلك قيمة الأموال المستحقة على الحكومات التي ارتفعت إلى 5 تريليونات و600 مليون دولار و600 مليار دولار في العام 2023 قياسا بالعام 2022. لكن سالي، ربما نفتح الباب الآن لتضارب الأرقام ما بين المؤسسات والمؤسسة الأخرى. فعليا إن كنا نتحدث عن أموال تقارب 97 تريليون دولار بالنسبة لحجم الدين العالمي وفق هذا التقرير للأمم المتحدة، كنا نتحدث عن معهد التمويل الدولي الذي تحدث عن أرقام تزيد عن 300 تريليون دولار، وبالتالي المفارقة في هذه الأرقام تدعى الواحد للتأمل في مدى التأثير، وأيضا إلى مدى المفارقة في المبلغ وكبره. ربما ذكرنا كذلك في المفارقة ما بين دائما تصريح أوبيك وأوبيك بلس، إضافة إلى الطاقة. الوكالات واحدة تعتقد النمو أكبر ربما لأسعار النفط والطلب على النفط، والأخرى بشكل متواصل، وبالتالي هذا ما يفتح الباب عن أسعار النفط، ما الذي يحدث لها سالي؟ وإن كنا أسعار النفط التي تواصل التراجعات للجلسة الخامسة على التوالي، سنقف على تفاصيلها وأيضا التحركات المتعلقة بتأثيرات أوبيك بلس وقراراتها الأخيرة. إذن مشاهدينا، نبدأ هذه المرة من تحركات أسعار النفط التي تواصل تراجعاتها للجلسة الخامسة على التوالي. الضغوط البيعية باتت تأتي تأثيرا بالقرارات الأخيرة التي تابعناها بالنسبة لأوبيك بلس فيما يتعلق بالخفض الطوعي، لكن التركيز على نقطة رئيسية وهي تقليص هذا الخفض الطوعي الذي سيبدأ من أكتوبر إلى نهاية هذا العام، مما سيؤدي إلى دخول المزيد من الإمدادات في الأسواق والتأثير. أيضا لدينا هناك
عوامل أخرى إن كنا نرى بهذه التراجعات كان لها تأثير واضح على شركات الطاقة والتي خسرت في جلسة واحدة يوم أمس أكثر من 60 مليار دولار بالنسبة لشركات الطاقة العالمية. التراجعات التي نشهدها بالنسبة للخامات هذه تأتي عند أدنى مستوياتها في 4 أشهر، وبالتالي خام برنت يتداول عند مستويات 77 دولار للبرميل. ننتقل إلى الحركة في الأسواق الآسيوية على وقع البيانات الاقتصادية التي نتابعها. بداية من أستراليا، بيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 1.1% خلال الربع الأول من هذا العام، وتأتي هذه الأرقام أقل من التوقعات التي كانت، بالإضافة إلى أنها متباطئة عن الأرقام التي تم تسجيلها في الربع الأخير من العام السابق. التحركات اليوم في الأسواق الآسيوية على نوع من التباين، ضغوط بيعية على نيكي 225 بأكثر من 400 نقطة يفقدها المؤشر العام في هذه الجلسة، وبالتالي كانت هناك بيانات تؤكد على أن انخفاض الأجور خلال الشهر الماضي خلال شهر أبريل، وهو ما يضع اليوم الضغوط على الحكومة اليابانية فيما يتعلق بخطتها لاستمرار بتشديد السياسة النقدية. وبالتالي أيضا هناك بعض الأنباء التي تتحدث بأن اليابان تدرس أيضا تخفيضات في شراء السندات في اجتماعها المقبل. كوسبي الكوري اليوم على مكاسب بواحد وربع النقطة المئوية، CSI 300 على تراجعات بربع النقطة المئوية. كانت لدينا أيضا في الصين التي صدرت بيانات نشاط الخدمات والذي نما بأسرع وتيرة في 10 أشهر خلال شهر مايو. انتقالا إلى تحركات أسعار الذهب، كيف هي في هذه الجلسة؟ استمرار الضغوط البيعية أيضا التي شاهدناها خلال الجلسة الماضية، لكن ارتدادا للنطاق الأخضر بمكاسب بنصف النقطة المئوية عند 2339 دولار للأونصة. الملاحظ اليوم بالنسبة لهذه التحركات الإيجابية لباقي المعادن تأتي أيضا في ظل تسعير الأسواق لأن يبدأ عملية خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، والتي تصل النسبة لأكثر من 60% لخفض معدلات الفائدة، وبالتالي سيكون بواقع 25 نقطة أساس. لكن اللافت لدينا البيانات الضعيفة التي تابعناها يوم أمس، وخاصة لبيانات سوق العمل الأمريكية، ما تؤكد بأن الفيدرالي سيتجه إلى عملية خفض معدلات الفائدة. الانتقال إلى الحركة بالنسبة للأسواق، لاحظنا في يوم أمس تراجع في عوائد السندات الأمريكية، وأيضا مؤشر الدولار على ارتفاعات هامشية بأقل من 10 نقطة المئوية. الثبات ما زال قائما عند مستويات 104. الدولار الأسترالي كما تحدثنا اليوم على ارتفاعات، لكن اليورو يبقى التركيز خاصة فيما يتعلق بالترقب لقرار المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. العقود المستقبلية للأسواق الأمريكية كيف تتداول؟ في النطاق الأخضر بمكاسب ب13 نقطة المئوية على ناسداك، والإس أن بي 500 ب20 النقطة المئوية. إلى ملفاتنا تحت المجهر، ونبدأها من السعودية وموسم الحج. فمع وصول نحو 1.5 مليون حاج إلى الأراضي السعودية حتى الآن، تتأهب المملكة العربية السعودية لموسم يمكن أن يكون قياسيا من حيث أعداد الحجاج والتجهيزات، وكذلك من حجم المشروعات الخدمية في العام الحالي. يتوقع الوصول إلى 2 مليون حاج هذه السنة، مع متوقع بخدمات تصفها الحكومة السعودية هذه المرة ستكون استثنائية على جميع القطاعات، قطاع النقل، قطاع التكنولوجيا، جميع الخدمات الأخرى. فعليا هو موسم الحج تأثيراته واضحة تكون على العديد من القطاعات. نعم. التي تحدثنا عنها، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الفندقة، وأيضا بالنسبة لمحلات التجزئة وقطاع النقل. لكن اللافت أيضا بالنسبة لخطط ومستهدفات الحكومة السعودية كما تحدثنا ل2030، والتي تستهدف استقطاب قرابة 30 مليون معتمر. وبالتالي العام الماضي كان هناك تسجيل 1.8 مليون حاج خلال العام الماضي، وهذه الأرقام التي توقع بالارتفاع لقرابة 2 مليون. حتى بالنسبة لرؤية المملكة 2030، هي تتوقع إيرادات أكثر من 50 مليار ريال من موسم الحج فقط، وليس الموسم كاملا الذي يخص الحج والعمرة. قياسا كذلك، نحن نعلم المملكة أنفقت الكثير على ما يعرف بمشروع التوسعة، سواء في الحرم المكي أو الحرم المدني، وبالتالي بلا شك قد تجني ربما ثمار هذه الخطة الكبيرة. لكن اللافت أيضا لدينا صلاح بأنها هذه المرة وضعت السعودية أيضا غرامة مالية على منع ودخول أيضا لمن يقوم بالقيام بعمليات الدخول دون تصاريح. نعم. بالنسبة للحج، وبالتالي هذه الغرامة التي تبدأ سعرها من 10,000 ريال، يعني من أجل عمليات التنظيم وأن تكون واضحة. نعم. بالنسبة للأعداد. ضبط العملية التنظيمية ضرورية جدا، أي خلل بسيط قد ربما يرهق المنظمين بشكل عام، لكن فقط
نشير ربما نظم ما شئت من الفعاليات الرياضية الثقافية الترفيهية، لكن جمع مليوني شخص في منطقة محددة وتنظيمهم هذا أمر في غاية من الصعوبة. ونأمل أيضا الأمن والسلامة أيضا هي تعتبر من أبرز البنود التي يتم التركيز عليها. انتقالا هذه المرة إلى الشأن التركي ومحكمة دستورية تجرد أردوغان هذه المرة من سلطة عزل محافظ البنك المركزي، لطالما كانت هناك استثناءات لم تجد يعني بأي دولة في تدخل رئيس الدولة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة وأيضا محافظي البنك المركزي. شخصيا أشك أنه وافق مسبقا ربما بعد هذا العزل. نحن نعلم أن المحكمة الدستورية جرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي في تركيا. نحن نعلم أردوغان تقريبا عزل أزيد من 7 محافظين في السنوات الماضية في المدة الأخيرة نحو 4 بشكل متتالي، وبالتالي هو متهم بشكل مباشر في التأثير على السياسة. وهو كان متهم بتأييده لسياسة خفض معدلات الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهي لم تكن في وقتها المناسب في ظل ارتفاع معدلات التضخم. لكن هذه الخطوة صلاح ينظر لها بأنها قد تعتبر أيضا تمهيدا لاحتمال زيادة الاستقرار المالي في تركيا. لذلك تقريبا في آخر بيانات التضخم في تركيا كانت عند مستوى الذروة 75.5%، لكن الرئيس التركي في آخر خطاب له تعهد أن هذا الشهر هي شهر مايو المنصرم هو الشهر الأخير الذي ترتفع فيه معدلات التضخم، ثم تبدأ في الانحسار ومستهدفات 50% في الربع الرابع. ولربما هذه الخطوة ستضع حد فيما يتعلق بفصل السياسة عن السياسة النقدية والمالية. ولكن انتقالا هذه المرة لقطاع السياحة، ويبدو بأن هناك إفلاس لشركة FTI هذه الشركة التي لدى سميح ساويرس حصة في هذه الشركة تزيد عن 75%. يعني المستغرب بأن شركة في قطاع السياحة في أوروبا تعاني من الإفلاس في وقت نتحدث عن الذروة في قطاع السياحة. يبدو أن المشاكل التشغيلية والتنظيمية هي من أثرت على نشاط عمل هذه الشركة، وهي في المقابل تتحدث أنها سوف تكون ملزمة بإتمام جميع الرحلات الخاصة بها، إضافة إلى أنها سوف تقوم بتعويض جميع المتضررين من هذه الحالة. حتى أن وزارة الخارجية الألمانية تحدثت أن هذه الشركة مؤمنة ضد الإفلاس، وبالتالي الصندوق الخاص بهذه الوزارة سوف يعوض الجميع، ولا تخوفات تجاه هذه الحركة بأي حال التعثر. إذن وانتقالا من قطاع السياحة هذه المرة إلى أبرز ما تابعناه في قطاع التكنولوجيا، ويبدو بأن هناك اتهامات من مايكروسوفت لروسيا باستخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على أولمبياد باريس. استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف التزوير لما يتعلق بالفيديوهات والأخبار المتعلقة باللاعبين الرياضيين. طبعا نحن نعلم أن روسيا تم منعها من الأولمبياد الماضية والأولمبياد التي سوف تعقد في العام جاري بفرنسا، وبالتالي هي تضررت بشكل كبير والرياضيين الروسيين تضرروا كذلك. يبدو أنها بحسب طبعا مايكروسوفت انخرطت في محاولة التشويش والتشويه لهذه الأولمبياد والنسخة يعني القادمة. هي حكم غير عادل نوعا ما. إن كان يعني في سبيل الرياضة بمنع الدول يعني وخاصة الرياضيين، ما ذنبهم في القرارات السياسية وهذا التأثير. ولكن انتقالا هذه المرة من قطاع التكنولوجيا إلى الألماس، ويبدو بأن هناك تراجع في الأسعار خلال هذا العام. برأيك اليوم قل الطلب على الألماس والتوجه نحو الذهب بشكل أكبر؟ وبلا شك السبب أن الطلب على الألماس في الصين هو الذي أثر على الطلب العالمي، والسبب يعود إلى أمرين. الأمر الأول هو توجه الصينيين بشكل كبير للاستحواذ على الذهب، وكذلك خوض عدد كبير من الصينيين تجربة السفر بشكل عام. تجربة السفر هذا بالإضافة إلى أن هناك كان انخفاض في أسعار الألماس بنسبة 5.7% حتى العام الحالي، وبالتالي لو قسنا هذه التراجعات من أعلى قمة وصلت لديها أسعار الألماس فالتراجعات تصل لقرابة 30% من أعلى مستوى كان في عام 2022، وبالتالي هذه الفترة التي شهدنا فيها أيضا الحرب التي كانت خلال الفترة الماضية على المصنعي وأفضل مستخرجي الألماس، ولربما هناك دول مستأثرة بهذه هذا المعدن. فقط نشير في نهاية هذا التقرير وتفاصيله إلى أن واحدة من الأسباب هو انخفاض معدلات الزواج، وبالتالي يبدو أن حفلات الزواج والأعراس تحرك العديد من القطاعات. لكن يعني ليس فقط المتزوجون من يهدون الألماس، يعني من يقبلون على الزواج فهناك أيضا هي يعني هدية يعني في كل الأوقات. عائلية أكيد. حضر حالك صلاح. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا وأوامر ما قبل التداول.
مستمرون معكم مشاهدينا في قبل الجرس، هذه المرة إلى الزميلة ميس القلة لتطلعنا على أبرز ملفات بوصلتنا لنهار اليوم. صباح الخير ميس، يبدو أن الأخبار في عدد من القطاعات وكذلك في عدد من الدول، خاصة مع ما يحدث في الهند والأغلبية والضعيفة التي فاز بها مودي. بالفعل صلاح، أسعد الله صباحك أنت وسالي. ستبقى طبعا توجهاتنا في البداية للهند بهذه الأغلبية الضعيفة التي لم تأتي وفقا للتوقعات للمرة الأولى في 10 سنوات. مودي يحقق فوزه الثالث كرئيس لوزراء الهند، 3 أحزاب حتى الآن ستشاركه صنع القرار، وقلق المستثمرين يشتعل، وكنا رأينا البورصة الهندية التي بدأت على تراجعاتها تفقد أكثر من 370 مليار دولار بجلسة واحدة فقط قبل أن تعاود عمليات الاستقرار. وسنبقى مع أسعار النفط التي تؤثر على الأسواق الخليجية هذه المرة، المخاوف بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط حتى الآن تحتسب على عديد من الدول التي ستضع موازناتها مثل الكويت، العراق، السعودية والجزائر والبحرين، ستكون مهددة ببعض العجز خلال عام 2024. أما في الإمارات عم نراقب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، هناك نوع من الاستقرار بشهر مايو عند قاع سبتمبر من العام الماضي، لكن في نمو بالإنتاج بدأ يتباطأ لأدنى مستوياته في 16 شهرا، على عكس ما شهدناه أيضا في الكويت من أداء جيد بالنسبة للمؤشر. أما تداول السعودية التي ما زالت تستقبل العديد من الطروحات في عام 2024، واحد من أكبر الطروحات التي سيكون على موعد معها، وبدء التداول على أسهم مستشفى سليمان الفقيه بالسوق الرئيسية التاسع. كل هذه المواضيع وأكثر سنبقى على مراقبتها في بوصلة اليوم. ونحن نشكرك ميسا على كل هذه التفاصيل، وسنتابع تحركات الأسواق الخليجية في ظل الضغوط التي تشهدها أسعار النفط في هذه الجلسة. انتقالا أيضا لسهم اليوم، وباخترناه لكم أيضا في قطاع النفط، وهذه المرة نتحدث عن إكسون موبيل، هذه الشركة التي فقدت أكثر من 8 مليارات دولار في جلسة واحدة. صلاح، يعني يبدو استمرار الضغوط بالنسبة لأسعار النفط كان لها تأثير ليس فقط على إكسون، وإنما على شركات الطاقة التي خسرت أكثر من 60 مليار دولار في جلسة واحدة. السبب هي التراجعات الحادة لقطاع لأسعار الطاقة للجلسة الرابعة والخامسة على التوالي كذلك، وإكسون موبيل كانت واحدة من أكثر الشركات التي تضررت، والسهم تراجع بواحد ونصف في المئة. نتابع التفاصيل. إذن سهم اليوم هو سهم إكسون الذي تراجع تقريبا بنسبة 1.5% بجلسة الثلاثاء ليغلق عند مستويات هي الأدنى له منذ شهرين. هذه التراجعات تتماشى كذلك مع التراجعات الحادة والقاسية التي شهدت أغلب الشركات العملاقة لصناعة النفط والغاز، والتي بدورها فقدت نحو 68 مليار دولار بنهاية الجلسة الماضية. إذن في ظل الإغلاقات المتباينة التي شهدناها على الأسواق الخليجية، لكن يبقى لتحركات أسعار النفط تأثير واضح على إغلاقات جلسة التداولات يوم أمس، وما ننتظره أيضا في هذه الجلسة من إدراجات جديدة. ننتقل إلى شبكة مراسلي سي أم بي سي عربية، ونرحب بكم جميعا أسامة رشيد من البورصة الكويتية، وندى عبد السلام من غرفة الأخبار من دبي، ومعمر عواد من البورصة القطرية. أسعد الله أوقاتكم. بداية أبدأ معك معمر، يعني عودة المؤسسات المحلية لدعم الحركة في البورصة القطرية، إلى متى سيستمر هذه الإيجابية في التحركات، بالإضافة لبعض الأخبار الجوهرية المتعلقة بناقلات؟ يبدو بأنها خلقت فارقا، المؤسسات المحلية في الواقع خلقت صدارة في السوق بعدما أن وصل لمستويات متدنية. يبدو بأن هذا الزخم الشرائي من طرف المؤسسات المحلية سوف يستمر معنا، وبالتالي ربما بقي من هذا الأسبوع حتى الأسبوع القادم. ويبدو بأنه واللافت أنه رغم أن المؤسسات الأجنبية ما تزال تسجل صافي بيع، إلا أن قوة الشراء المحلية هي التي باتت تتفوق عليها، وهذا تغير جديد في السلوك حقيقة. لذلك نتوقع اليوم أن نشوف عمليات زخم شرائية، والمؤشر ربما قد يغلق فوق مستوى 9550 نقطة بدعم المؤسسات المحلية بالدرجة الأولى. خبر ناقلات أيضا مهم، وذلك في إطار استكمال ما تبقى من الشراكة، يعني استحوال 20% من حصة أقلية في شركة حوض، وهو يعني شركة حوض عام في شمال العاصمة القطرية الدوحة.
شكرا معمر من الدوحة إلى دبي. بعد التحية لكم جميعا. ندى، أداء متذبذب للأسواق الإماراتية خاصة القياديات في القطاع المالي والعقاري، إلى أي حد يمكن اليوم الذهاب نحو الاستدارة الإيجابية؟ صباح الخير صلاح وزملاء جميعا. يعني كما أشرت صلاح، هناك أداء متذبذب للأسهم القيادية خاصة في مجموعة من القطاعات، القطاع العقاري والمالي وكذلك الصناعي وأيضا قطاع المرافق. سنراقب طبعا خلال جلسة اليوم لأي مدى ممكن أن تتحول القياديات للمنطقة الخضراء وتدعم من تماسك المؤشرات، لكن حتى هذه اللحظة لدينا شح في الأخبار وكذلك شح في المحفزات، وبالتالي لا نتوقع كثيرا الابتعاد عن المستويات الفنية التي توجد عليها مؤشرات الأسواق الإماراتية في الوقت الحالي. صباح اليوم فقط لدينا أخبار من جي اف اتش واستكمال برنامج اعاده شراء الاسهم لدى حتى 10% بحسب موافقه مصرف البحرين المركزي. حاليا بنتحدث على 6.3% تمتلكها هذه الشركه. لدينا خبر على بري سايت ومشروع جديد بتطلقه في توزيع الطاقه، طبعا بتؤسس مشروع مشترك. سهم بريسايت كان على ارتفاعات بالامس، لكن هذا السهم منذ ان فقد مستويات ال3 دراهم، ونحن نرى استقرار فقط اعلى الدرهمين، وبالتالي سنرى كيف ستكون التفاعل. واخبار اخرى تتعلق بمؤشر مدير المشتريات وغيرها من الاخبار. نعم ندى اشكرك. وايضا ننتقل الى اسامه. يعني بعد الارتداد من ادنى مستويات في 3 اسابيع، واليوم لدينا ايفا للفنادق الذي يتداول دون احقيه الارباح، كيف من المتوقع ان تكون جلسه اليوم؟ صباح الخير سالي والزملاء. أعتقد أولا بالنسبة لأسعار النفط الكويتي اليوم على الحافة، على حافة 80، إذا استمرت الضغوط البيعية سوف نراه دون 80 فلس، وهي رقم طبعا يدخلنا في حسابات مختلفة إن لم تتغير الصورة على مدار اليوم. فيما يتعلق بالتداولات بالأمس، كان هناك أداء إيجابي واستدارة كما أشرت للسوق الأول وللأسف الأسهم القيادية. هل تواصل المكاسب وتدعم مكاسب المؤشرات أم تكون لعبة الكر والفر اليومية التي اعتدنا عليها؟ طبعا اليوم يوم استحقاق بدون أرباح لسهم إيفا الفنادق والمنتجعات، وهو كان من أنشط الأسهم طوال الشهور الماضية وأكثرها مكاسبا بالتأكيد. كيف سيكون الحال عليه؟ مع الإشارة إلى أن سهمي المشتركة والسكب الكويتية كان اليوم هي آخر فرصة، فيمكن أن يكون هناك شراء قد يخفف قليلا من الضغوط التي يمكن أن تحدث على إيفا الفنادق والمنتجعات. شكرا جزيلا لك الزميل أسامة رشيد، كنت معنا من بورصة الكويت، وللزملاء معمر عواد من بورصة قطر، وندى عبد السلام من دبي. وإلى الفقراتنا الأخيرة من مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة ما اخترناه لكم من تحذير جديد من العالم الهولندي بأن يكون هناك زلزال قادم في الأيام المقبلة. يعني التحذيرات التي وضعها وأثار المخاوف لعدة مرات كانت تصدق توقعاته. هو أثار الجدل في السنوات الماضية على خلفية عدد من الزلازل في العالم، خاصة أنه يبني الموضوع على أمور علمية تخص جيولوجيا الأرض وبعض التغيرات المناخية التي أثرت على طبقات الأرض بشكل يعني عام. يعني أي خبرية أو صورة له تظهر يعني هو ما يثير المخاوف، ونأمل أن لا تصح هذه التوقعات. من السلامة للجميع. آمين. وننتقل أيضا لأبرز ما لدينا لليوم، وهذه المرة بدأ التداول بأوراق مالية نقدية تحمل صور الملك تشارلز بعد 2 عامين من توليه المنصب. نعم، وبالتالي ربما بدأ تخليد هذه الصورة بشكل مستمر، وتفاصيلها على منصة إكس لسي أم بي سي عربية. لكن في خبرنا الثالث، وهو يتعلق بثروة رئيس أوبن إي آي التي تجاوزت 2,800,000,000 دولار. المفارق أنه لا يملك أسهم في أوبن إي آي. يعني فعليا هذه المبالغ والرواتب التي تعتبر مرتفعة جدا لربما يستحقها بناء على إدارته لهذا الذكاء الاصطناعي الذي استطاع أن يحقق أيضا طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة. تفاصيل كل هذه الأخبار على موقعنا الإلكتروني وكذلك على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، بهذا قبل الجرس يكون قد وصل إلى آخر محطاته. وشكر لفريق العمل ولنعيم شوقي منتجة هذه الفقرة، وإلى فاصل قصير. إلى اللقاء.